أنا دلوقتي implantologist يعني متخصص زراعة أسنان وانترناشونال سبيكر عن حاجة اسمها ديجيتال دنتستري أو استخدام التكنولوجي في طب الأسنان. ببقى في الويك إندز غالبا بسافر أكتر من بلد، بدي ليكتشرز وبعلم الناس إزاي تستخدم التكنولوجي في طب الأسنان. أكبر تشالنج في الدنيا إنك يبقى عندك تيم يقدر يساعدك في الحاجات دي. لازم تبقى دايما on top of your game، لازم دايما تبقى عارف إيه أجدد حاجة، لازم تبذل مجهود كبير قوي عشان الناس تسمعك، لازم تبقى entertaining. دي أول حاجة. الحاجة التانية الشطارة بقى إن وسط الانترتينمنت تديهم مسج وتديهم حاجة فعلا يتعلموها. لو أنا قدرت أعمل كده I'm very satisfied. في تفاصيل كتير. كنت أنا وناس زمالي بنقعد نذاكر دايما مع بعض في القرية بتاعت الجامعة، فدي حاجة ما انساهاش أبدا. وحشاني لما بنخلص الامتحانات في المدرج الرئيسي بتاع الجامعة، وبعد ما بنخلص كلنا بنطلع واللي يقعد بقى يقول لك الصح والغلط وعدهم صح 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 غلط وحاجات زي كده. طبعا ما بتتكلمش مع الناس، انت لسه أول يوم مكسوف، فبتبص وبتراقب الناس وتشوف الناس شكلها عامل ازاي. أنا فاكر أول انترناشونال ليكتشر لي كانت في بولندا، كنت متحمس جدا بس كنت نيرفس جدا. كان قبلها بيوم كان عيد ميلادي 25. دلوقتي الناس بتشوفني وانا بلكشر تقول لك الراجل ده فاترن وبقاله طول عمره بيعمل لكشرز ومرتاح. بس اول لكشر للناس ما تعرفوش ان انا كان عندي 3 ساعات لكشر، خلصت اللكشر بتاعتي بعد ساعه، مش عارف اقول ايه. كل ما تعمل حاجه اكتر كل ما تبقى اشطر فيها. The more you do it the better you become at it. Just keep doing what you're doing وتلاقي نفسك بقيت احسن. طبعا طبعا في ناس صحابي في الجامعه أصدقائهم، وفي ناس بجد عمري في حياتي ما علاقتي هتنتهي بيهم، وفي ناس شغالة معايا في العيادة. فأنت لما تعرف شخص كويس قوي وعلاقتك تمتد بيه الفترة الطويلة دي، ده يقول لك قد إيه العلاقة ما بينكم كانت علاقة قوية. فاكرين كل لحظة عشناها، ودايماً هنكون معاك. جامعة سينا معاك في تفاصيلك.